اهلا وسهلا بحضراتكم متابعي مشاهدي تلفزيون اليوم السابع، معاكم سيد الخلفاوي من امام احد اقدم القطارات في العالم، واقدم قطار موجود بخاري في مصر. العربيه اللي امامنا دي من اقدم القطارات البخاريه في العالم وفي مصر. طبعا سكه الحديد، سكه الهيئه القوميه السكة الحديد، من أقدم السكك الحديد اللي موجودة في العالم وفي أفريقيا. هي تعتبر تاني سكة حديد تم إنشائها في العالم بعد إنجلترا، وأول سكة حديد تم إنشائها في أفريقيا. الهيئة القومية للسكك الحديد المصرية فيها عدد كبير من القطارات اللي موجودة في المتحف. طبعا القطار اللي امامنا ده سرعته 30 كيلو متر في الساعة، واللي ينفذه شركة روبرت ستيفانسون، دي احدى الشركات او مخترع القطار البخاري. هو اللي نفذ، شركة ابنه هي اللي نفذت القطار اللي امامنا ده. الوزن بتاع يعني التفاصيل بالنسبه للقاطره اللي امامنا ديت، وزن القاطره 37 طن، ووزن عربه الوقود وراها عربه وقود، وزن عربه الوقود 27 طن. اجمالي طول القاطره والعربه 15 متر، وطبعا السرعه القصوى للقاطره كانت 30 كيلو متر في الساعة، وطبعا دي كانت سرعة كبيرة بالنسبة للقطر في الوقت ده. القطارات بشكل عام يعني او سبب التنفيذ هي كانت في مصر بالذات كانت حركة تستخدم في تسهيل حركة النقل ما بين الهند ومصر وانجلترا بالنسبة للمسافرين او للبضائع. وكانت البضائع بتيجي من الهند تنزل تدخل على مصر، وبعدين من مصر الى انجلترا واوروبا. فده السبب، يمكن السبب الرئيسي اللي كان نفذت انجلترا السكه الحديد بسببه. رقم العربه اللي موجوده امامنا او رقم القاطره 986. العربه نفسها اتصنعت 1865، والتاريخ ده بالذات يعتبر تاريخ مهم في تطوير السكه الحديد في مصر، لان طبعا القطر الاول كان بيمشي بالفحم، وبعد كده تنوع مصادر الوقود او مصادر الطاقه. البخار كان في العصر او في الوقت ده حاجه مهمه جدا في الصناعه، وتم تحويل الصناعه للبخار لتصنيع واستخدام البخار في الطاقه، وده كان حاجه مهمه جدا. طبعا كل الناس اللي بتيجي هنا في محطه مصر بيحرصوا على التقاط صور تذكاريه امام عربه القطار او قاطره القطار البخاري، قاطره بخاريه. وكان طبعا سرعتها 37 سرعتها 30 كيلو متر في الساعه. القاطره نفسها فيها عربه وقود وزائد القاطره، طولهم الاثنين 15 متر. السكة الحديد بشكل عام يعني هي تعتبر من اقدم السكك الحديد في العالم، مش في افريقيا بس، هي تاني سكة حديد في العالم. وحاليا او حديثا السكة الحديد في مصر اتطورت بشكل كبير جدا، وبقت فيها قطارات ذات سرعة فائقة، بالاضافة طبعا لطول السكة الحديد نفسه بقى اطول بكتير ويجوب كل المحافظات في الجمهورية، ومنها ما هو ينقل المواطنين والمسافرين، ومنها ما ينقل البضائع. طبعا قطارات البضائع مهمة جدا في نقل البضائع على مستوى الجمهورية. السكة الحديد بشكل عام لها تاريخ قوي جدا، خاصة في مصر، لانه مرتبطه باحداث كتيره جدا حصلت في مصر، وايضا مرتبطه بالاقتصاد ونقل البضائع ونقل الجنود في فترات مختلفه من التاريخ.
طبعا عجلات حديدية، وفي نظام فرامل مختلف طبعا عن النظام الحالي، و وزارة النقل عندها أو هيئة سكة حديد مصر عندها متحف كبير بيضم كل العربات، سواء العربات الملكية أو القطارات بأنواعها، ففيها عدد كبير جدا من القطارات، وكل قطار ليه تاريخ معين المتحف بيرصد هذا التاريخ. يعني سريعا كده هقرأ لحضراتكم البيانات الخاصة بالعربة اللي أمامنا، عربة أقدم عرب بخار في مصر والعالم، أو من أحد أقدم عربات البخار القاطرات في العالم. دي رقمها 986، وهي أحدى أقدم القطارات البخارية في العالم، صنعت عام 1865 بشركة نجل مخترع القاطرة البخارية. وأقصى سرعة للقاطرة 30 كيلو متر في الساعة، وزن القاطرة 37 طن، ووزن العربة الوقود 27 طن. إجمالي طول القاطرة وعربة الوقود 15 متر. القاطرة، عشان بس أوضح لحضراتكم، دي القاطرة ووراها عربة الوقود. ما ينفعش، أو يعني في العصر ده أو في الوقت ده، كان السكة الحديد او قاطرات السكه الحديد طبعا كان لسه ما وصلتش للتطور الكبير، فكان في عربه وقود مع العربه نفسها. دلوقتي الوقود والعربه او القاطره مع الموتور كله في عربه واحده بالنسبه للقطارات الحديثه، طبعا باختلاف مصادر الطاقه دلوقتي في الكهرباء وفي الوقود. والكهرباء مصر يعني يمكن من الدول الكبيره اللي بدات تستخدم الكهرباء في الطاقه، فعندنا احنا عندنا في مصر بيتم تنفيذ قطار القطار الكهربائي LRT، القطار الخفيف، واللي بيربط مصر او العاصمه القاهره بالعاصمه الاداريه الجديده، وفي خط القطار الكهربائي السريع، وده سرعته 250 كيلو متر في الساعه، وطبعا بيربط او طوله 1100 كيلو تقريبا او اكتر، وده مسافة كبيرة جدا هتجيب من العين السخنة لحد أسوان. فمصر في مشاريع مهمة جدا في السكك الحديد بتتم تنفيذها، وهتطور حركة النقل بشكل عام في مصر سواء المسافرين أو البضائع، وهتفرق بشكل كبير في نقل البضائع وتنمية كل المحاور اللي بيمر عليها القطار البضائع، لتوفير الجهد والوقت والحفاظ على الهواء من التلوث بسبب الطاقة النظيفة اللي بنستخدم فيها الكهرباء. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، كنت معكم سيد الخلفاوي من أمام أحد أقدم القاطرات البخارية في العالم وفي مصر. شكرا جزيلا.